وإذا نشدد على مطالبنا هذه مجددا نعلن الآتي: أولا، نرفض ونستنكر رفضا تاما أي محاولة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومديريات الأمن ومراكز الشرطة ورجال الشرطة الكادحين الساهرين على أمن مدننا، ونثمن حرفيا الأجهزة الأمنية والجيش في التعامل مع هذه التجاوزات وعلى تضييقهم على المواطنين المحتجين سلميا طيلة الأيام الماضية. ثانيا، نفوض وزارة الداخلية والقوات المسلحة بالضرب من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الجهات المشار لها أعلاه، بما فيها أولئك الذين يخرجون بعد منتصف الليل للتخريب وإطلاق النار وإرسال المقاطع للقنوات الإرهابية. ثالثا، نؤكد أن مطالبنا مشروعة ومظاهراتنا سلمية، ونرفض رفضا قاطعا كل محاولات استغلالها لنشر الفوضى وإعادتنا للمربع الأول. رابعا، نرفض رفضا قاطعا ما تقوم به القنوات القطرية والتركية مثل قناة ليبيا الأحرار وبنو عروامة وفبراير التابعة للإخوان المارقين تحت إشراف الهارب علي الصلابي وأخوته الإرهابيين من دجل وتدليس وفبركة مفضوحة، ونشر أخبار كاذبة حلما منهم في عودة الخوارج وكلاب أهل النار لحكم مدينتنا، ولكن هيهات، فقد انتهى عصركم هنا إلى غير رجعة.